ودعت وجهي لمن لقيا وابدا لوالدي وجهت وجهي لمن لقيا وابدا لوالدي وجهت وجهي له بحمدي ذات عبد من قدري وحملي صل على خير الورى محمد وآله وصحبه يا سمدي صل عليه بالسلام واغفر لوالدي والحقوق كفري يا من هباني للمنى فلتفرحا ربي وامي بالذي تقدم عن نجيهما من الحساب والحساب بالمصطفى ومن اليه تحتساب اكتب له خير الصلاه بالسلام بآله وعنهما كف الملام أنت الغفور مغفرا ولهما وليس من الإسلام وأن ترحمهما لك توجهت أروم منك فأوصيهما وقد رضيت عنك اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له إهادة نجيهما يا قادر المتاب في القبر والقيام من حتاب سلمهما مهل من الأوجار في النصر والعصر ومن إحجار ارحمهما ربي كما قد ربيان يا سخيرا بالإيمان الأنبياء صلي عليه بسلام سمدي صلي عليه بسلام سمدي نبيك الهادي الورى محمد صل عليه بسلام سمد بجاهه العظيم سني ريا واغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبصيرا ارحمهما في القبر والقيام والنصر والحصر وسر قيام لهب قيام كل ليل بسوار ونجني من الخفول والخوار دعوتك اللهم يا مجيب بجاه من بجاه تجيب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب لي الغرب هب لي همي سرمدا مغفرة ورحمة بأحمد هت الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم وتكرمهما سقي صلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام
نقي صحيفتيهما من كل ما يجور ضيفهما وسلما عجب بجاه المصطفى وسليا عليه بالتسليم واسكت النيا عجب بجاه المصطفى وسليا عليه بالتسليم واسكت النيا